السلام عليكم خوتي، انا ما كنتم وحيد موجتم، دائما احنا في حنا. اليوم رانا مع اخونا مهدي، صورنا مع المهدي من قبل حول الانتخابات، واليوم نكملوا معاه ان شاء الله. اخونا المهدي هذا مواطن مقيم في بريطانيا عنده مده، وهذا هو اخويا مهدي. راك مع الجورنال؟ السلام عليكم. السلام عليكم اخويا مهدي. السلام ورحمه الله. واش راكم لاباس؟ بخير الله يسلمك. والله الحمد لله. انا نحب نهضر معك ذاك النهار في السياره حول الهجره. على قلت لك ماشي الهجره، على الانتخابات الفوت. اليوم واش تكمل خويا؟ افا انا نكمل. واش نكمل؟ انا البارح كنت نشوف في الاخبار في لا تيليفزيون الجيريان، شفت هكذا ان باساج بالخف في المينيس تاع المينيس دو لانتيريور، كانوا يسقسيو فيه، قال لهم كاين ثلاث انواع تاع المنتخبين اللي يحبوا مترشحين تاع المترشحين تاع الانتخابات. واحد تسمى يخدم البلاد، وكاين اللي منهم يحبوا الشهره، وكاين اللي منهم لا ماجوريتي منهم يحبوا الفلوس. قال لك نعاودوا الاعتبار عاودوا نتيديو لي دوسيي باسكو ما مش كاع مخلصين للبلاد. صح، هذه وحده. ماشي انا اللي جبتها، ماشي انا وكاع الجزائريين راكم عارفين باللي هذوك غير يهفوا غير في المصلحه وكدا. كان شيء اخر؟ نعم. جابوا السفير الامريكي عنده يومين يهضر علينا احنا باش يمد لهم. تسمى هذيك باش يمد لهم احنا كيف دخل في الشؤون الداخلي للجزائر؟ علاش يجيبوه في ميديتاسيون هذيك زعما باش قال شوف هي لا ديموكراسي وفيها فوط نظيف وفيها. جابوه ما كان والو، ما خلصوا له قهوة ولا ما على بالناش. المهم درك حنا نهضروا، حنا عايشين في بريطانيا، ما كيما هضرت ما نقدرش نهضر على الجزائريين اللي راهم يعانيوا في الجزائر. على بالي عندنا فاميلتنا، عندنا احبابنا، عندنا الناس كاع حنا جزائريين، ما نقدروش نهضروا في بلاصتهم باسكو رانا عايشين هنا. يقولوا لنا انتم ماكو عايشين في اوروب، واش يديروا لنا؟ دايرين لنا واحد ديبيوتي عايش في لا بلجيك، ما عنده حتى علاقه مع الانجليز، ما عنده حتى علاقه مع اي بلاد، غير عايش في, 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 في ما جامي سمعنا به، ما نعرفوش وشو، ما نعرفوش واسمو، ما نعرفوش. قبل 8 دول دافع علينا حاكم كاع اوروب وحده هيركول، حاكم كاع اوروبا. المشاكل حنا عندنا هنا وما يسمعش بهم، ما يديهم لهمش البارلو. وديرها في بالك بلي السكان الجزائري المواطنين هنا المهاجرين في بريطانيا بعد فرنسا، يعني ناس كبار. دوزيام تسمى جاليه كبيره. بعد فرنسا هي بريطانيا. فرنسا بعد انجلترا. المهم حنا يا دوك الى باش يديروا لنا بار اكزومبل ان ديبوتي لايرلند وانجلتر، واحد اللي يكون هنا ويعرف المشاكل تاع الجزائريين ويقابلهم ويحكيوا له المشاكل ويجري لهم على مشاكلهم، ويرفض صبعه نهار توالم ويحبط صبعه نهار ما توالمش، وي ويدافع على المشاكل. وكاين دراهم يعطوا للكونسوليه هنا اكثر من 200,000 باوند. هكذا سمعنا بها، علاش ما يعطوني يحلونا بها مدرسه ولا مركز ثقافي ولا يلمدوا هذو الناس؟ كيفاه واحد الوزير كي جا قال لك لي ما عندوش دراهم نبعثوه للبلاد، بينما الصنادق احنا نحطوا صنادق باش نلمدوا الدراهم للموتى، يعني عيب. فبالتالي اذا كان هذه 200,000 واجده في خزين الدوله، علاش ما يديروش مدرسه ولا مركز ثقافي؟ كي تقول انت 200,000 فهمهم باللي 200 مليون صافي 200,000 صافي 200 مليون اونسيان تاعنا. 200 مليون بزاف دراهم، كل واحد كيفاش هو يبلحط. مي بصح الهم الكبير هو اللي ما نسمع والو. او كاين بالنسبه لشي ناس هنايا نعرفوهم ويعرفوا روحهم، دروك يسمعوني نهضر هم على بالهم شكون. لو كان ماذا بهم يكون كل سبت ولا كل سمانه يكون فوت، كل سمانه ماذا بهم يموت بريزيدون يديروا بريزيدون، كل سمانه لازم يديروا لهم ديبوتي واحد اخرين. عاش الملك مات الملك باسكو فوالا. لا هما يحبوا كل يوم، علاش؟ باسكو مات الملك عاش الملك يدوا خالصين. صح، تصيبهم في الكونسولا هما واقفين، تقول هو الكونسول، تقول هو الامباسادور، واقف ويجري ويجيب في الغاشي فوطي وكذا. علاش؟ باسكو خالص ماذا به دونك كل يوم يكون فوطي. من قلت انا كل سمانه راني طيت له بزاف، ماذا به كل يوم، اليوم فوط غدوه فوط غير غدوه. علاش؟ باسكو هاي تمشي له شغل كوميرسون اللي عنده حانوت، يشوف لي كليون يجي ويروح ويجي يفرح بيان سور. وكاين هاد الناس هذو انا نهضر معاهم على بالهم يعرفوا روحهم، هم لا يمني على كل حال. وكان واحد الانسان على كل حال يسمح لي، مانيش زعفان، وانا لا كريتيك هذيك هي لا كريتيك، كان اللي يحب، كان اللي يشكر، وكان اللي قال لك لا هذا ويطرش برك في الكومنت. كان واحد قال باللي انا هضرت عليه بدافيون، والسيد هذا يسمح لي بزاف راح نفهمه في واحد الحقيقه. يعني انا هضرت على ليبي دافيون، يا راجل احنا عايشين هنا، قلت غاليين ليبي، ما جا لا ديبوتي عاوننا ولا واحد عاون. صح، هكذا. الا هضرت على ليبي ماشي لي انا، تعرف يا اخويا انا عندي ستاف تيكت. تعرف شنو هو ستاف تيكت؟
انا جيبوا لي تيكي باطل نخلص غير الطاكس هذا ما كان ولا سيرونس لانك تخدم في فوالا انا اللي بي تاعي باطل وزيد بزياده اللي قال لي العقوبه تروح لاسرائيل هذاك السيد اللي قال لي رحت لدبي انا رحت لدبي باطل رحت لابو ظبي ماشي لدبي ومن بعد من تما بديت نفواياجي شارقه وابو ظبي الحمد لله انا فرحان رحت باطل ماشي ليش انا حتى بي وكثر خير اتحاد ارويز اسمع مساله اللي بي ماشي لي انا الناس ما عندهم طاشه دراري وعندهم كان اللي عنده ربع دراري انا الحمد لله ولادي كبار كل واحد وين عايش قلت له انا مع المراكي نحب نجيب بي ما يسقموا لي 500,000 بي نشريهم يا با ما كاش مشكل يشوف اللي عندهم دراري من اللور هذا هو الامر تاع لي بي دافيون جيسبرك فهمتني وما تلومنيش يعني وانا اهدر انت كيما تحب يعني ما انا ما زعفتش ويا خويا يعطيك الصحه على الكومنت تاعك وهذه هي دركا الى باش نبقاو نلعبوا نلعبوا بالفوط ونلعبوا بالوطنيه تاع الناس والعواطف والعواطف وراك تشوف اسمع كنت تحل التلفزيون تاع الجزائر كيفاش تقولها اليتيمه اليتيمه شغل انا دوك نحل اون شان دو تيلي ولا صالح او عنده الاخر تاعو يبدا يكونترولي في الغاشي في اليوتيوب انت تهضر انت ما تهضرش انت تحتياك وانت تحتياك سي با الكا الحمد لله حنا اوني ليبر نهضروا واش نحبوا كي يجي صالح باش نديروا اون فيديو اوني ليبر واللي يحب يشوفها يشوفها واللي ما يشوفهاش راهو حر ما حنا ماناش نديروا انا ما درتش تحريض كان يقول لك يحرض لي يحرض وسيك بزياده كي تهضر انت حاجه على فوت ولا تهضر على بلادك ولا تهضر على البوليتيك ماشي مليحه واش يقولوا لك يقولوا لك هذه يد خارجيه ما كان حتى يد خارجيه يا عمي ما كان والو يد داخليه انا جزائري وجزائري حر وانا فاميلتي مجاهدين ثاني ماشي غير انتم ماني مجاهدين انا جدي اساسيني واه الوايس في 62 قبل الانديبوندونس بثلاث شهور في البيير سمعت خرجوه بريبال سمعت وسيتي ان اوم فور انا ماشي وليد حركه يا حبيبي علاش انا كلاني قلبي على البلاد نشوف الناس الحركه ولاد الحركه يجي متني انايا يجي متني ويقول لي نضرب عليك وين ضرب عليا ما تضربش عليا يا خويا رحم والديك ريح في بلاصتك راك تضرب على جيبك على مصلحتك ومصلحه فاميلتك وولادك تسكنهم تخدمهم يديروا لي زافير تروح تحل بزنس ما كاش ما يحلولكش بزنس لازم ترشي لازم توكل خويا لازم توكل انا عندي بنت اختي والله العظيم يا صالح طح عليهم القربود ما كاش الشتا دير هكذا سيال اوفير تشوف كلش هذه في المير تاع الجولف تاع المراديه اجراو جا صافي عامين الختاز قال هما كاع عندهم هما فاميليا تما راجلها عنده خاوته وساكنين قالوا ما عندي ما ضربوا عامين قالوا نعطيكم اف دو دو بياس تسكنوا كاع كيف هذا شو العجب هذايا اكتد تاع باباك راك تمد فيهم عند باباك نتايا ولا تاع يماك خلاتهم لك ولا هذا مالهم جزائريين مالهم حقهم مالهم حقهم اخويا دو حقهم انت تديه وما يديش وتضرب عليهم نتايا وريني كشمير ولا كاش شاف دايره ولا كاش والي وليدو ما عندوش بارتمان ابارتومون ما نقولش فيلا ما نروحش بعيد يا فامي وريني واحد منهم ما عندوش بزنس بزنس داير كوميرس ها كاع باسكو هذه هي لوكازيون تاعهم البوست سي تان بوست كلي ويبداو يخدموا يديروا لي زافير انت تجي تدخل ما يهضروش معاك يا خويا ما يهضرش معاك ما يعطيك ما همش يصدقوا علينا الناس بدراهمهم ما يروح لاخر بدراهمهم وما كاش يبلوكيوك شوف نعطيك اكزومبل تاع تاع لي زيليكسيون هادو تروح للكونسولا تجيب باش نعرف ناس راحوا زعما باش يترشحوا يا صالح الفورم هذاك اللي يعطوه جيب له 400 سينياتير 400 وكل واحد عنده فورم يعمر اسمه اسم يمه واسم باباه وين زاد قريب يسقسيوه يقولوا له جبنا كاع الاسماء تاع الناس اللي ماتوا في الزنزله تاع الزناب ويسيني ويدير لومبرنت تصبر من بينها الاخر هالفكره اللي ما دخلتش في راسي جيب له نيجاتيف تاع التصويره ورايت نيجاتيف كليشي جيب له لا لا انا دارينا نيجاتيف راه النيجاتيف ما بقاش النيجاتيف هنا في التكنولوجيا هاربين انا وجيب له يشري ليسونس نمبر 12 وجيب له كازي جوديسيير واش الخلطه هذه اللي بيخلطوا لي حبي صح نور الدين زوج دقائق نعاود لك انا مع صالح
واحد الدوسي انكرويب مع او 20 جور 20 جور وانت تخطم له انت 400 سنه ولا كذا ويعطوك ان ديلي هكذا تسمى ما مش مع علاش هذه اللي قلتها كاين الناس اللي مرشحينهم هما تاعهم اللي في الجيب تسمى بعد الزيليكسيون غير شي هكذاك على عيونهم قال لك لا بودغو زيو ارمي شاف قال لي الناس فوطا وش كيفاش ضربوا كذا 98% ولا با ما مرقواش تسمى الخطر يقول لك 65% 70% هذه باش لا لحقت هذيك مع البلدان الاخرين قال شوف ديمقراطيه ودا صح ديمقراطيه باسكو انا اللي نهضر ونروح للجزائر وليت من الجزائر انا واحد ما هضر معايا الحق الحمد لله مانيش نهضر على الديمقراطيه تسمى انا راني سبيت وعايرت وهضرت سيفري والله غير حر والله غير حقاب ودي صم كنت في الجزائر وهضرت من قبل وحبط وطلعت ونحبط ما كاش واحد تهضر معايا ما جاو سنسلوا لي ما جاو سقساوني ما شاوروني ما على بالهمش بيا كاع ما يعرفونيش دونك الور دونك ديمقراطيه في هذه يا با دو بروبليم غير طرش بصح البروبليم طرش وما يسمعوش هذا هو ما يسمعولكش راه تهضر ما وفتقين يا حبيبي راه ما ونفتقين ما على بالش انا نهضروا حنا دروكا بصح اذا باش بقاو تلعبوا بينا وجونغليو بينا داير ميكا هكذا نقول لك تروح تفوطي تفوطي ومن هنا البارح في التلفزيون داروا كل يوم ولاو يديروا الاخر شغل يجيبوها دي زانفيتي هكذا اللي راهم مرشحين روحهم وكذا وحق ربي ما عرف يهضر والله ما يعرفوا يهضروا استغفر الله يا ربي واحد يهضر باسم الاسلام وزيد يقول الثوره باسم الثوره ونوفمبر ومجاهدين وعهد نوفمبر واش مع عهد نوفمبر هما اي وحده كانت تهضر البارح وحده هكذا ما دابور تسمح لي ما نذكرش ما نعرفش اسمها واش تعرف واش قالت دوك تحرد انا اللي نحرد ولا هما اللي هم يحرضوا قال لك الرئيس فخامه الرئيس قال لك لو 10 مي لازم يكون كيما نوفمبر 54 تعرف واش معناتها هذه معناتها رفضوا السلاح وصدموا باسكو 54 رفضوا السلاح كيما دو الكلمه كاع رفضوا السلاح وطاروا على فرنسا هاو تسمى يقول لهم لو دينو لو 10 مي يرفضوا السلاح وتكلوا على ربي هذا اللي يحب يقولها فوتو ولا يدخل لكم الناطو ولا يدخل الناطو هذيك ضحكتني هذيك طوطو هذيك ياس انا هذيك تسمى كي واحد يوجعوا قلبه يا راجل ماشي باسكو هو بريزيدون وطني عليا ولا عليك ماشي هذاك خاطر مينيس وطني عليك ولا عليا ولا واحد ديبيوتي ولا واحد يا ناس الا جيتوا تمثلوا الشعب مثلوا الشعب تاع الصح اسرقوا اسرق معليش اخويا غير سرق تسرق بصح شوف شويه للشعب ما يفهم شويه يعطيهم هكذايا وسرق الا كان نقولوا باريكزوم كاين 100 مليون حط عليهم 70 مليون على الشعب ودي 30 مليون والله ما يلوموك ما يزعفوش انت بعدا كل شيء يجيبك كاع في جيوبكم كاع في الجيب في الجيب في الجيب وخلي الشعب يتمرمد يسرق ولا يقطع البحر ولا يهمل ولا يدير واش يحب المشكله راهي هنا يا خاوتي انتم سراقين احنا على بالنا الشعب الجزائري كاع على بالهم باللي انتم بزناسيه وسراقين وتاع رشوه وتاع كاع الفساد صح مي او موان ديروا حاجه للشعب باش يسكت عليكم خويا مهدي ما بقاش الوقت بقات زوج دقائق احنا كملنا على كل حال الناس هذو اللي هنا في اوروبا وخاصه بريطانيا وايرلندا حابين نختاروا شخص مناسب في المكان المناسب ايه اللي شوف اللي يشرف الجاليه ويخدم على الجاليه ايه هذه يا اخي قلناها صالح دروك الى واحد ماشي هو ماشي هذا الانسان ديك اللي لوموه باسكو لو كان يديروا واحد ديبوتي اللي يحكم لونجلتر ولونجلتر مع ايرلندا وعايش هنا ما يروحش يعيش في لابلجيك كيما الاول اللي راهو تغصك بث من الدول انت في اوروبا ما تقدرش وين على جامي جامي شفنا احنا قال خويا هاد ديبوتي هذا اين مشكله يكون عندنا دي ريبريزونتون تاع الجاليه يتلاقاو معاه يشرحوا له المشاكل تاعنا يعني مختلفه على بلجيكا اي ونهار يروح للبرلمان باش يهضر على الجاليه المهم نعرفوا بلي هو السيد رفد سبعو قال لا الجاليه راهي ضد هذا المشروع الجاليه راهي مع المشروع على هكذا وي بصح الا تجيب لي تحطوا لي انا لا حطوا لي بوسعاده وقول لي مثل الجاليه في بريطانيا كيف بوسعاده ولا في بلجيكا انا بو مو سي با كان البحر بيناتنا هذا سوا سوا اخو صح عندك حق البحر لونجلتر سي تونيل راهي في وسط البحر ما عندها حتى علاقه لا مع فرنسا ولا لا بلجيك ولا لا يا خويا مهدي يعطيك الصحه ونعاودوا لها يتبع ان شاء الله يتبع ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يعطيك الصحه اخويا مهدي السلام عليكم